مدام منار اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة الله. وبركاته. ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك من علمه يا رب. الله يرضى عنك. وميرسي قوي يا أستاذة رامي على البرنامج ربنا اللطيف يخليك يا حبيبتي، ربنا أنا بس يخليك. عندي سؤالين. اتفضلي. أنا الأول طبعا هستفاد إن أنتوا أكبر مني، الله أعلم يعني أكبر مني سنا ولا لأ. أنت عندك كام سنة؟ كام سنة؟ أقول لك. عندي 30 سنة. لا لا، أكبر أكبر منك. انا اكبر منك استاذ رامي، وانا اكبر اكبر منك طبعا. يعني هستفاد طبعا ان انتوا اكبر مني، وربنا يزيدكم من علمه يا رب، وهستفاد منكم طبعا اكيد. الله يرضى عنك. دينيا واخلاقيا يعني اكيد. الله يرضى. فكنت بعد اذن حضرتك، انا والدي ووالدتي توفوا من يعني من فتره طويله شويه، سابوا لي ما شاء الله ربنا يخليهم لي يا رب ثلاث بنات زي العسل، اخواتي ربنا يا رب يخليهم لي. هم جوزوني وهم توفوا، سابوا لي اخواتي البنات ديت او كده. فانا طبعا الحمد لله ربنا كرمني واخدتهم عندي. الاول قبل ما اتجوز هو كان والدي كان هم اخواتك اصغر منك؟ انا اكبر ما فيهم، انا اول واحده اتجوزت وانا كمان اكبر ما فيهم، واخدتهم معايا الحمد لله. ويعني حصل بقى هنا مشاكل بيني وبين جوزي. وبدات ان انا يعني كان واحده مكتوب كتابها فيهم واثنين مش مخطوبين يعني او كده، فاخدتهم وحصل مشاكل بيني وبين جوزي. ففي يعني مجرد النقاش بيني وبينه راح رمى عليا من طلاق. طب هم هيقعدوا معايا؟ لا مش هيقعدوا. فراح رمى عليا من طلاق واختفى من حياتي. وانا بودي له الولاد طبعا يشوفهم. انا بس عايز اعرف اول سؤال، انا ظلمت ولادي هنا؟ انا هنا ظلمت ولادي؟ هو صمم انه يطلقك عشان خاطر اخواتك؟ بقول لحضرتك في النقاش مجرد يعني ان احنا بنتناقش قال لك انت طالق. لا ده هو كان بيستني بقى انه يطلقك. يا مش عارفه انا برضه حسيت كده والله يعني. بس براجع نفسي او براجع مش انت بتودي له الولاد وبيشوفهم؟ بوديهم كل اسبوع ملتزمه ان انا اوديهم الولاد مدارسهم جنبي. انا هيبقى ولادك قد ايه؟ معايا 10 سنين ومعايا 7 سنين. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. يا رب ربنا يخليهم يا رب ويخلي لي اخواتي. فطبعا هو يعني انا بس عايزه اعرف انا ظلمت الولاد كده ان انا جيت على يعني جيت على ناس علشان ناس مش عارفه. اسال بقى يعني. سؤال يا منار قبل ما اجاوب بس عشان ما اجنيش عليه ولا عليكي. وجهه نظره من عدم اعاد بناتك ان هم ما ينفعوش يقعدوا لانه راجل وهم بنات كبيره، ولا هو ايه يعني؟ انا عايز لا هو كان متخيل ان انا هرمي الحمل عليه، هو كان متخيل كده. مع اني انا حاولت اوضح له ان انا مش هرمي حمل عليك وان انا يعني شغلي هيبقى كله ليهم. وانت يا منار كان ليكي اخوال او اعمام يا بابا؟ ليا خال واحد ويعني هو يعني مش هي قالت هي اولى بمامتها. ده اول سؤال، ان انا طبعا يعني ما اظلمهمش. حاضر. ثاني سؤال، الو اما انا هرد عليك حته رد بسبب موضوع هي اولى باخواتها دي. والله العظيم هترد عليها ايه بقى؟ هي اولى باخواتها. هرد عليك حته رد. الو قولي يا بابا. قولي. طب الاول اسمعوني معانا اتخانق انا وهو اهو دلوقتي. طيب وتاني سؤال بس، ان انا كنت اخدت يعني اخدت اختي او كده اللي كان مكتوب كتابها يعني حكم نفس الموقف يعتبر معاها، بس ده جوزها قال لا ما ينفعش تقعد مع جوز اختها ولا انا هتجوز وكده. فلمت لها شويه حاجات كده ويعني الحمد لله فطرتها والحمد لله. الحمد لله. كتابها. الحمد لله ربنا كرمني وفطرتها. وكنت جبت حاجات يعني مع واحد او كده يعني من عند واحد يعني ومضيت شيكات. فرجيت الراجل طب انا يعني هدي لك الفلوس على اقساط. قال لي لا مش عايز فلوس على اقساط، انا عايز الفلوس مره واحده. ازاي احنا متفقين او كده؟ قال لي لا انا عايز فلوسي مره واحده. طيب ازاي او كده؟ قال لي طب انا عندي حل. ايه الحل ده؟ تبرعي لي بكليتك ان انا ايه ده تبرعي لي كليتك لابني علشان ابني تعبان، يا كده تجيبي لي فلوس كلها. ده تبلغي عنه على طول. وانا بعت حد يرفع القضيه، وفعلا لقيت فعلا قضيه مرفوعه وكده. فانا اتبرع بالكليه وانا ما املكهاش ازاي؟ انا من جوايا احساس، ورحت معاه عملت التحليل والكليه نفت. وبعد كده انا من جوايا بقيت اسال نفسي انا اتبرع ازاي بكليتي وانا ما املكهاش اصلا؟ يعني انا ما املكش الكليه دي عشان اتبرع بها. انا لو هدومي هديها. لا بصي ما تحكميش، اصل هو قصه التبرع دي فيها كلام كتير، لكن هي الفكره ان انت ما تسمعيش كلامه يا بنت الناس، وربنا ييسر الاسباب. وما لا ما طيب تابعينا وهنجاوبك على سؤالك حالا. لا هي طالما في خاله خاله اللي خد ورث من ماما لما ماتت وكيش وعد. افرض ما ورث، واحنا هنعمل ايه؟ ان شاء الله ما ورث. عشان خاطر اصل الحلوه والمره، اسمعيني بس عشان ده شرع. البنت مش اولى باختها. مين اولى باختها؟ العصب. فلو في اخويا يبقى اولى باختي. ولو في عمه اولى باختي. ولو في خاله اولى باختي. ليه؟ لان زي ما الشرع قال دول عصبه ويرثوا الميراث ده يا ستي. فرضنا ان خالها مش عايزها وان الظروف ما تنفعش قاسم ووحش وبتاع. سيبك تقول لك ده لسه بتتناقش معاه. راح مطلقها. انا بقرر لك قاعده. سيبك بقى من الكلام ده كله.
هو الشرع لما جه قال اللي خلفته بنات اخوه يورث فيه، هو كان عشان اخوه يقول له هتموت وورثك ويقعد يطلع له لسانه؟ دي قله ادب. انما عشان اخوه اللي ورث ده ياخد باله من البنات ونقول له حق الخدمه مدفوع يا بيه، وانك والي ليهم فانت عصبتهم، ولذلك كل من يقصر في حق عصبته كانه قصر في حق ابنائي، عشان ما حدش يجي يقول ايه انا هكتب ميراثي باسم بناتي علشان اخويا ما يورثش. فبقت العمليه ماشيه كده. لا، فلذلك انا اقول لك إيه؟ هي تعطف على اخواتها، لكن قعدتها في بيت خالها احسن من قعدتها في بيت اختها، جوز اختها. انا واحد لما اجي اتجوز مثلا تقول لي ايه ده كانت قاعده في بيت جوز اختها، خليني بقى انا راجل منغلق وبتاع، طب وبعدين وايه اللي حصل وازاي ومش عارف وفين اهلها لا، في اصول الشرع قرها. انا في بابا، طب ولو قاعده في بيت خالها وخالها ده عنده ولد وسنهم قريب من بعض ومش خاله برضه مش هتروح؟ لا 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 اسمعيني بس، بس خاله موجود، اصل دي اعراف احنا فلاحين والصعايده يفهموا الكلام ده، خاله موجود حكم البيت والبيت قاعده مع بنات خالها والواد ده ما يخشش من الباب ده، واعرف ناس كتير قوي. اصل انا قلبي بيوجعني يعني ما لهمش حد، لا قلبك ما يوجعكيش بعد الشرع على قلبك، يعني حكم الشرع ما بقدرش استحمل بصراحه. يا ام يا غاليه انت، حكم الشرع ملوش دعوه بالقلوب، اصل جرح القلوب غالي، انما حكم الشرع ماشي عليا وعليكي. طبعا فهماني؟ طبعا. ما هو لو مشيناها بالقلوب الواد هيروح يجيب دبدوب ويخش على زميلته في الجامعه ويقول لها انت اختي. شوف بقى انت عايز توقعني في هي مش قلوب. لا مش هوقعك، اصل هي مش قلوب، ده حكم ربنا سبحانه وتعالى يمشي على دماغ التخين فينا. طب كسرنا حكم ربنا. ربنا سبحانه لا وتعالى محدش يقدر يكسر يدينا كعبين. لا 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 ما نقدرش. اما دي مش غلطانه ربنا. لو هي فعلا خالها مش ما كانش بيسطر اخواتها وبتاع، فهتروح فين اخواتها؟ هل هي جنت على اولادها؟ هل هي جنت على اولادها؟ لا، هي ما جنتش على اولادها بالطريقه او بالقصه اللي حكيتها دي، لا لم تجني على اولادها، ده ابوهم تنسل من المسؤوليه. ويوم القيامه ابشره قبل ما يتحرك من 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 مكانه يوم القيامه، هو يضمن مقعده من النار. كفى بالمرء اثما ان يضيع النار. مش عايزين نسمع ذنوب تاني. اسهل طريق للنار ايه؟ اسهل طريق للنار ايه؟ تضيع من تعول. طب واسهل طريق للجنه ايه؟ جبر الخواطر واطعام الطعام. يا سلام. طبعا.